نقدم فيه الهدايا لكل الزوجات والأزواج إن شاء الله في مركز تدعيم المرأة في مدينة الدور ثاني يوم العيد الصغير إن شاء الله. فالجميع يتقدم ويقدم اسمه للأستاذة أميمة في مركز تدعيم المرأة من أجل أن يتم دلوقتي عمل الحساب الموضوع وخطبة رجال الأعمال إن شاء الله. هنجيب غرف نوم وهنجيب ثلاجات وهنجيب بوتاجازات وهنجيب مراوح ان شاء الله ليكم جميعا. المهم الواحد اللي يقدر عليه يعمله. والانسان مطلوب ان هو ان شاء الله يمسح على راس اليتيم. دي لوحدها حسنه. نمسح على راس اليتيم. اقل شيء نقدر نعمله لليتيم ان احنا نرعاه. واحنا قلنا قبل كده احنا في سبيلنا لبناء ولا ما قلناش التضامن بناء زي مبنى للايتام ومبنى ايضا عندنا موجود في راس البيت موجود في راس البيت لا عشرين واحد في الدور ان شاء الله في ارض مخصصه عايزين نخصص ارض للدور لاقامه دار للايتام.